بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين في المقطع الثالث لهذا المكعب. هذا المقطع راح ناخذ بعض الأمور العالقة وطريقة معالجتها، هو تطبيق عملي لحل هذا المكعب. في المقطع السابق والذي قبل أخذنا سرد و استعراض القوانين الخاصة لهذا المكعب. يا أحبابي، إذا أنت مسكت هذا المكعب وهو مخلوط هكذا، فالخطوة الأولى لحله هي تعديل 3 قطع فيه في البداية. هنالك 3 قطع كبيرة جدا، وهي دائما إذا وضعت هذا كذا عدل دائما راح تجد القطع الأولى الكبيرة موجودة تحت والأخرى يمين والأخرى خلف. 3 قطع. هذا لون أصفر، خلينا نروح مثلا لون برتقالي، موجودة تحت يمين خلف، هي نفسها مهما تفر. لون الأخضر، مو تمسك كذا، لا هكذا تحت يمين، شوف قطعة كبيرة جدا، أكبر من هذه أكبر من هذه أكبر قطعة، وخلف. إذا ما تعدل 3 قطع في البداية، انظر إلى هذا الشكل، تم تعديل المكعب بالكامل، لكن تم تجاهل 3 قطع في البداية، انظر ماذا حدث. كذلك هنا، إذا أنت ما تعدل 3 قطع في البداية، تضطر في النهاية تخربط جميع المكعب اللي عملته جهدك كله، ترجع من جديد. عندي قانون ماذا يعمل؟ يبدل القطعة هذه مع القطعة اللي في الخلف، اليمين مع الخلف، أما اللي في الأمام تبقى لا تتغير. عرفنا عمل القانون؟ يا سلام. نيجي للألوان، الأخضر اللي في الخلف بعد انتقال هذه القطعة في اليمين، الأخضر اللي في الخلف راح يجي في الأعلى، الأصفر اللي في اليمين راح يجي في الشمال. إذا هل أخضر أحمر هذه القطعة استفيد منها هنا؟ أبيض برتقالي ما استفيد، أخضر أحمر. طيب هذه القطعة أصفر أزرق، أصفر أزرق، هل استفيد من هذه القطعة تأتي هنا؟ نعم. والألوان اللي على اليمين راح يجي شمال، أصفر أصفر. حلو، طبق القانون. القانون يا أصدقائي هو شمال مرتين، خلف مرتين، شمال مرتين، خلف مرتين، يمين اتجاهي، شمال عكس اتجاهي، فوق مرتين، شمال مرتين، يمين اتجاهي، فوق مرتين، يمين مرتين، شمال مرتين، فوق مرتين، شمال مرتين، فوق مرتين، شمال مرتين، فوق مرتين، شمال مرتين، فوق مرتين، شمال عكس اتجاهي. جاءت القطعة هذه لم تتأثر، والقطعة التي كانت هنا ذهبت هنا. يا سلام. الآن هذه أضعها هنا حتى ماذا؟ لا تتغير. عندي القطعة هذه مع هذه، الأحمر اللي هنا مع الأخضر، هذا أحمر وأخضر، هذه تبغى تجي هنا وهذه هنا، الأخضر اليمين راح يجي هنا، أوه راح تجي معكوسة، راح البرتقالي راح يجي هنا والبرتقالي هنا، راح تأتي القطعة معكوسة من البداية. أعرف لا تطبق القانون تتعب، راح تجي معكوسة. ما العمل؟ العمل هو هذه مع هذه، الآن ما يصلح، أجيب العدل،
أجيب العدل، أضعه هنا هكذا، أكسره بالقانون. خلينا نشوف، خلني أجيب هذه هنا وهذه هنا عشان تتأكد إنها راح تجي معكوسة. شمال خلف، شمال خلف يمين، شمال فوق، شمال يمين، فوق يمين، شمال فوق، شمال فوق، شمال فوق، شمال فوق، شمال. شوف القطعة جاءت معكوسة، القطعة جاءت معكوسة. طيب العمل هذا الصحيح اللي في الأمام أجيبه يمين هكذا، أكسره نفس القانون، نفس القانون، هذا راح يذهب هنا مكسور، تمام؟ أعرف الخطوات الآن، فوق شمال يمين، فوق يمين شمال، فوق شمال، فوق شمال، فوق شمال، فوق شمال، كسرت القطعة الصحيحة ذهبت هنا. الآن القطعة اللي جبناها من هنا خلف يمين، هذه القطعة أجيبها أمام، هذه أجيبها أمام، كيف؟ هذه أضعها خلف عشان تأتي هنا، نفس القانون، فيكون البرتقالي راح يأتي هنا، وهذا الأحمر راح يأتي هنا، ثنتين هم مو نفس المكان، لكن تحريكهم ضروري، شمال خلف، شمال خلف، يمين شمال فوق، شمال يمين فوق، يمين شمال فوق، شمال فوق، شمال فوق، شمال فوق، شمال. الآن جبناهم، أرجع للقطعة، صار عندي هذه فوق، هذه القطعة راح تجي هنا. خل نشوف إيش عندنا، هذا أزرق، ماذا؟ أصفر، أزرق أصفر، يا سلام، هذه راح تجي هنا عدل، هذه راح تجي هنا عدل، وهذه مو في مكانها. طبق القانون إن شاء الله الصورة واضحة، تحريك ثلاث قطع بقانون واحد، العملية ما أعتقد أنها صعبة. الآن فوق شمال، فوق شمال، فوق شمال، يا سلام، القطعة اللي جبناها أول مرة الآن رجعناها، وهذه جبناها، الأبيض راح يجي عند الأبيض، الشمال برتقالي يجي عند البرتقالي، كذا عدلنا الانقلاب، انقلاب اللونين، مساعد جبناهم مقلوب الألوان بالصورة هذه، تعدل إن شاء الله. هنا عند تطبيق القانون هذه القطعة لن تتأثر، هذا تبادل القانون. إذا أنت تبغى تحل في البداية، أول حاجة تعمله تعديل الثلاث قطع الكبار، هي الخطوة الأولى، وبنفس هذه الطريقة العملية سهلة، يا سلام، عدلنا الثلاث قطع. حسنا، إذا أنت جبت ثلاث القطع الكبار وعدلتها، تمام. الآن الخطوة التي بعدها الزاوية، زاوية اللي هنا واللي هنا، لازم تفرها الآن وليس آخر شيء، إذا تركت الموضوع في الأخير مثل هذه الحالة، لاحظ الزاويتين يبقى لهم فر، ولا يمكن فر الزاويتين إلا إذا ذهب جهدك بالكامل. إذن الآن هو فر الزاوية قبل كل شيء، بعد ما تعدل القطع الكبار نجي لفر الزاوية. أخذنا في المقطع الأول قانونين، دوران الزاوية عكس عقارب الساعة ودورانها مع عقارب الساعة.
طيب الآن هي عكس، تبقى تروح عكس، أبيض أبيض، أحمر أحمر، أزرق أزرق، عكس. القانون إذا عدلت الزاوية هذه بشكل تلقائي راح تتعدل الأخرى. القانون: شمال مرتين، خلف مرتين، شمال مرتين، خلف مرتين، شمال اتجاهي، يمين اتجاهي، فوق مرتين، شمال مرتين، فوق مرتين، شمال اتجاهي، فوق مرتين، يمين عكس اتجاهي، فوق مرتين، تحت مع عقارب الساعة، يمين مرتين، تحت عكس عقارب الساعة، يمين مرتين، فوق مرتين، يمين مرتين، فوق مرتين، يمين مرتين. يا سلام، استعدلت الزاوية هذه واستعدلت الزاوية الأخرى، وكذلك القطع لم تتأثر. المرحلة التي تليها هي تعديل الزوايا. طبعا أنا مجهز حالة لا يمكن حلها بالقوانين المطروحة. أنا طارح 8 قوانين: دوران مع عقارب الساعة ودوران عكس. إذا شلت مع وعكس الثمان يصير 4. نشوف القوانين الأربع لتحريك الزوايا. عندي هذه الزاوية معادلة، وهذه الزاوية معادلة، وهذه الزاوية، فقط 3 زوايا، 3 زوايا، زاويتان في مضلع واحد وزاوية مقابلة، 3 زوايا معادلة. طيب أنا عندي 4 قوانين لتعديل الزوايا، هل نشوف هل واحد من الأربع ممكن يعدل 3 زوايا هذه؟ القانون الأول اللي يقول لك الخلف دوران جميع الزوايا وهي في وجه واحد، ما ينفعني. لماذا؟ لأن هذا في وجه وهذا في وجه بعيد، سقط قانون. باقي 3 قوانين. القانون الثالث يقول تحريك الأقطاب الزوايا المتباعدة، هذا وهذا وهذا، ما ينفعني لأن هذه ملتصقتان مو متباعدة، سقط قانونان، بقي قانونان. القانون الثالث خلنا نشوف، يقول تحريك زاويتين جنب بعض وزاوية بعيدة. يا سلام، خلينا الآن أشرح لكم طريقة التفكير علشان نشوف. عندي الوجه الأمام، زاويتين جنب بعض هنا، بينما القانون يقول في الخلف. إذن الأبيض ما نفع، نذهب إلى الأزرق، أضعه هكذا لازم. زاويتين الآن صارت هنا، القانون يقول لي هنا ما نفع، نذهب للأحمر. الزاويتين الملتصقتان تحت، والقانون يقول لي هنا ما نفع، نذهب لماذا؟ الأخضر، لازم كذا. الزاويتين اللي معادلات تحت، والقانون يقول هنا نذهب للبرتقالي. زاويتين الآن هنا، لازم هنا الأصفر. زاويتين الآن هنا، لازم هنا. إذن ولا قانون أو حالة من الألوان الست فريت المكعب بالكامل ضبطت الزاويتين في الخلف، إذن سقط القانون الثالث. بقي آخر قانون، القانون الأخير. طبعا أنا واضع هذه الحركة علشان أشرح أصعب الأمور، أبقى أعلمك الطريقة، تطبيق عملي. المقطع الأخير، القانون الأخير يقول
تحريك الزاويتين اللي تحت هنا مع اللي جنب بعض يكون هنا على اليمين، والثالثة هنا. نيجي نشوف اللون الأبيض، زاويتين هنا وليس تحت. الأبيض لم ينفع. الأزرق زاويتين المختلفتين أين؟ هنا، والمفترض هنا. لم ينفع الأزرق. نأتي للأحمر، الزاويتين المختلفتين هنا والمفترض هنا. لم ينفع الأحمر. نأتي للأخضر، زاويتين المختلفتين هنا والمفترض هنا. لم ينفع الأخضر. نأتي للبرتقالي، زاويتين المختلفتين هنا والمفترض هنا. لم ينفع البرتقالي. نأتي للأصفر، الزاويتين المختلفتين هنا والمفترض هنا. إذن القانون الأخير لم أستفد منه. هل لا يوجد قانون لحل هذه الحالة؟ من أول مرة هكذا لا يوجد. لازم تعالج. الذي أبغى أريد أن أقوله أنك لازم تعالج قانون مع قانون آخر. واضح الكلام؟ يلا الآن نجي نعالج. عندي قانون يحرك هذه الزاوية، أزرق أصفر برتقالي، ويجيبها هنا عند أصفر أزرق برتقالي في مكانها الصحيح. طبعا هذا راح يأتي هنا فتخترب هذه الزاوية، وهذه راح تأتي هنا مكان الخربانة اللي راح تتحرك، راح أخرب زاوية. معالجة القانون هو ألعب على الوجه الأمامي حرف الـ A، يمين فوق يمين فوق يمين تحت يمين تحت فوق يمين فوق شمال فوق شمال فوق يمين شمال خلف شمال خلف شمال. الآن مرتين، يمين فوق يمين تحت فوق يمين فوق يمين فوق تحت. ثاني مرة، يمين فوق يمين تحت فوق يمين فوق يمين فوق تحت. الآن شمال خلف شمال خلف شمال يمين فوق شمال فوق شمال فوق يمين فوق تحت يمين تحت يمين فوق يمين فوق يمين. يا سلام، الزاوية التي هنا جبتها هنا استعدلت، الزاوية التي كانت هنا انتقلت هنا واختربت. الآن يا صديقي وبهذه الحالة إيش سويت؟ خليت ثلاث زوايا معدلات في وجه واحد، هذه كلها عدل، هذه معدلات. عندي قانون يعدل الثلاث زوايا، أضع هذا أمام أضع بالخلف. عندي القانون يقول أصفر أحمر أخضر تبقى تأتي هنا، أصفر أحمر أخضر هذه هنا، أحمر أخضر أبيض أحمر أخضر أبيض هذه هنا، دوران عكس عقارب الساعة. الآن أطبق القانون. يقول القانون إنك تلعب على الوجه الأيمن ثم أعود للأزرق، يمين فوق يمين فوق يمين تحت يمين تحت فوق يمين فوق شمال فوق شمال فوق يمين شمال خلف شمال خلف. الآن أعود للوجه الأزرق،
وطبق القانون مرتين، تحت فوق يمين فوق يمين فوق تحت ثم يمين فوق يمين. أعيد ثاني مرة، تحت فوق يمين فوق يمين فوق تحت يمين فوق يمين. الآن أعود للوجه الأيمن ثم أطبق القانون التالي، شمال خلف شمال خلف شمال، يمين فوق شمال فوق شمال فوق، يمين فوق تحت يمين تحت يمين، فوق يمين فوق يمين. يا سلام، جميع الزوايا تم حلها، وذلك بمعالجة قانونين. الفكرة التي أبقى أقولها إنك تعالج قانونين، لا تجيك حالة تقول ما عندي قانونه، لا تعالج. الأمر سهل جدا. نأتي للمرحلة الثالثة والأخيرة، وهي تعديل القطع الجانبية. أنا وضعت في المقطع السابق 19 قانونا لتعديل 4 قطع جميع في نفس الوقت، كل قانون يعدل 4 جميع. لكن إذا جاءتك مثل هذه الحالة، فقط 3 قطع والقانون يعدل 4، ما العمل؟ طبعا تعالج قانون بقانون آخر. لو جاءتك 5 قطع كذلك تعالج، 6 7، نفس الطريقة. خلنا ناخذ الطريقة تطبيق عملي على 3 قطع. عندي هنا 3 قطع، استخدم قانون. لماذا استخدم القانون؟ كي احول الثلاثة الى 4. هذا الخطوة الاولى، هذه الخطوة الاولى، ثم الخطوة الثانية اعدل القطع جميعا. الان عندي القانون الثالث، يقول تحريك امام فوق، هذا امام أمام فوق، هذه القطعة هي عدلة، راح تتبادل مع خلف تحت مع هذه، وهذه عدلة. أخرب قطعتين فراح تخترب قطعتين، وشمال أمام راح تتبادل مع شمال فوق، هذه وهذه، هذه راح تتعدل، أبيض أزرق أبيض أزرق، هذه القطعة تجي هنا تتعدل، وهذه تجي هنا هي خربانة، فيصير عندي واحدة خربانة، وهذه خربتها مع هذه 2، وهذه الرابعة. القانون اللعب على الشمال لوجود بين قوسين حرف الشين، هذا الشمال. ثم أعود للوجه الأبيض، يمين فوق يمين أو شمال، يمين فوق شمال. الآن أعود للوجه الأبيض، ثم مكتوب حرف الواي، يعني ألعب على اليمين، يمين فوق شمال يمين فوق شمال. ثم أرجع للوجه الأبيض الذي بدأنا به، وطبق القانون الذي أكرره 6 مرات، يمين شمال فوق شمال يمين فوق يمين شمال فوق شمال فوق شمال فوق شمال فوق شمال. هذه مرة أفر ثم أقلب، شمال خلف شمال خلف، يمين شمال فوق شمال يمين فوق يمين شمال فوق شمال فوق شمال فوق شمال فوق شمال.
هذه مرتين، أفر ثم أقلب، شمال خلف شمال خلف، يمين شمال فوق شمال يمين، فوق يمين شمال فوق شمال فوق شمال فوق شمال فوق شمال. الآن هذه الثالثة، أفر ثم أقلب، خلف خلف يمين شمال فوق، ثم شمال يمين فوق يمين شمال فوق شمال فوق شمال فوق شمال فوق شمال. هذه الرابعة، أفر ثم أقلب، شمال خلف شمال خلف يمين شمال فوق، ثم شمال يمين فوق يمين شمال فوق شمال فوق شمال فوق شمال فوق شمال. أفر ثم أقلب. هذه السادسة والأخيرة، شمال خلف شمال خلف يمين شمال فوق شمال يمين فوق يمين شمال فوق، ثم شمال فوق شمال فوق شمال فوق شمال. الآن أرجع للوجه الأبيض الذي بدأنا به، واي يعني يمين، أبدأ باليمين، شمال اتجاهي فوق يمين اتجاهي شمال عكس اتجاهي فوق يمين عكس اتجاهي. الآن أعود للأبيض الذي بدأنا به، مكتوب حرف الشين يعني ألعب شمال، شمال فوق يمين شمال فوق شمال. يا سلام، شوف حولنا من 3 قطع إلى 4 قطع. أطبق القانون المناسب عليه. بعد ما عالجنا 3 قطع وحولناهم 4 قطع، نستطيع الآن أطبق قانون عليه مناسب من إحدى القوانين 19. عندي القانون التالي يقول: شمال أمام سوف يتبادل مع خلف تحت، هذه القطعة مع هذه وهي المناسبة، وكذلك في نفس الوقت شمال فوق يتبادل مع يمين تحت، هذه مع هذه. اللعب حرف الإف بين قوسين يعني يكون فوق. إذا خلصت أرجع للأمام وهو اللون الأزرق، فوق يمين فوق يمين فوق يمين تحت يمين تحت فوق يمين فوق، ثم شمال فوق شمال فوق يمين شمال خلف شمال خلف شمال. الآن ماذا؟ خلصنا القانون فوق، أرجع للوجه الذي بدأنا به وهو الأزرق، ثم أطبق القانون الذي أعمله 6 مرات. شمال خلف شمال خلف يمين شمال فوق، شمال يمين فوق يمين شمال فوق شمال فوق شمال فوق شمال فوق شمال. هذه مرة، باقي 5. أثر شمال خلف شمال خلف يمين شمال فوق شمال يمين فوق يمين شمال فوق شمال فوق شمال فوق شمال فوق شمال. هذه مرتين، أفر. الآن أطبق الثالثة، يمين شمال فوق شمال يمين فوق يمين شمال فوق شمال فوق
شمال فوق شمال فوق شمال. الآن أثر ثم أقلب، هذه الرابعة. شمال خلف شمال خلف يمين، شمال فوق شمال يمين فوق يمين شمال فوق شمال فوق شمال فوق شمال فوق شمال. الآن أثر ثم أقلب، هذه الخامسة. شمال خلف شمال خلف يمين شمال فوق شمال يمين فوق يمين شمال فوق شمال فوق شمال فوق شمال فوق شمال. أثر ثم أقلب آخر مرة، السادسة. شمال خلف شمال خلف يمين شمال فوق شمال يمين فوق يمين شمال فوق شمال فوق شمال فوق شمال فوق شمال. الآن أرجع للوجه الأزرق الذي بدأنا به، ثم مكتوب بين قوسين حرف الإف. إذا أطبق القانون التالي في الأعلى فوق، وهو شمال مرتين، خلف مرتين، شمال مرتين، خلف مرتين. شمال اتجاهي، يمين اتجاهي، فوق مرتين، شمال مرتين، فوق مرتين، شمال اتجاهي، فوق مرتين، ثم يمين عكس اتجاهي، فوق مرتين، تحت مع عقارب الساعة، يمين مرتين، تحت عكس عقارب الساعة، يمين مرتين، فوق مرتين، ثم يمين مرتين، فوق مرتين، يمين مرتين. وبهذا تم حل المكعب. هذه طريقة المعالجة، تطبيق عملي لحل الزوايا إذا لا يوجد قانون للزوايا، وحل القطع الجانبية إذا لا يوجد قانون مباشر لحل القطع الجانبية. شكرا لكم على المتابعة، كان معكم أخوكم أبو سارة، والسلام عليكم ورحمة الله.